أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن موعد إجراء أشغال اجتماع المكتب الفيدرالي المقبل، حيث تقرر انعقاده في 28 من شهر فبراير الجاري. وبحسب بيان الفاف، فإن الاجتماع الذي سينطلق على 10 صباحا بمقر الفاف بدير إبراهيم سيعرف مناقشة عدة ملفات مهمة، على غرار ملف الرابطة المحترفة والرابطات الجهوية والنسوية، إلى جانب ملف المديرية الفنية والمالية وعدة نقاط أخرى.